السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نبارطاجي معكم لي زاشا اللي كنت درتهم في كارفور و اوشون سو ويكاند. راح نقول لكم شحال كان يسواو واش من لي بون ريدكسيون اللي عجبتهم على لي برودوي. هنا راح نبدا لكم بالمشتريات اللي شريتهم في اوشون. كنت درت فيديو على هذوما لي برودوي ديجا. الميغ فيسيل كان ثمن تاعو 1.98 سنتيم واحد، مي كيما قلت لكم كان في بروموسيون في اوشون 1.1 باطل، يعني هذا موجود 1.98 يعني 99 سنتيم واحد. وانا مديت لها بون ريدكسيون تاع 50 سنتيم اون كاس. ومن بعد كدرت لو رومبورسمون تاع 1.20 في لابليكاسيون فيت اول و 50 سنتيم و 40 سنتيم في لابليك في لو سيت موبيل تاع لا بيل ادريس. يعني في الاخر كتبقاو لي هادو ما باطل، يعني وعندي فيه لو بينيفيس تاع 62 سنتيم. هادو لي ماغنوم ثاني كنت هضرت عليهم في لا فيديو بريسيدونت، كان الى اون بروموسيون في اوشون جوسكا دوماج دو لير بي لو 4. هنا داروا لي 30% في لا كارت، وانا كنديت لهم بون دو ريدكسيون تاع 1.50 لي كنت امبريميتو من لو سيت لا في اون كولور. يعني في الاخر استقاموا لي هذوما لي ماغنوم استقاموا لي دولار بي 2 اورو. وهنا كان عندي هذاك لو بينيفيس هنايا، يعني هذوما كان مشتريات عفوا استقامت لي غير ب 1.40 اورو. بالنسبه للناس اللي جديده اللي ما على بالهاش شنو هي لابليكاسيون فيد اول، راح نخلي لكم لو ليان اون بار دانفو وين كنت شرحت هاد لابليكاسيون. وثاني بالنسبه للسيت تاع مافي اون كولور ولا بال ادريس. وهذه لا دوزيام بارتي، هذه كيما راكم تشوفوا كانت في كارفور، ما كاش بزاف لو رومبورسمون. لو رومبورسمون كان على دوز ارتيكل هذوما، والباقي كامل كنت مديت لهم دي بون ريدكسيون كيما لي جاتو. وهنايا ثاني راح نوري لكم لي بون ريدكسيون اللي لقيتهم في لي ريون. انا امبليميت لي بون ريدكسيون في لو سيت تاع مافي اون كولور. بالنسبه لي جاتو راح ندير لكم لو ديتاي. هنايا عندنا هذوما لي بيسكوي، هذوما لو ثمن تاعهم 75 سنتيم. انا شريت هنا ثلاثه، ثمن تاعهم عفوا سته، دونك هذوما سته بقاو لي 4.50 اورو. وانا مديت لهم بون ريدكسيون تاع 3 اورو كي نشرو سته لي باكي، يعني في الاخر استقاموا لي غير 1.50 اورو. هذوما سته لي باكي، يعني استقام لي 25 سنتيم الواحد للواحد. فيهم كما كنتو تشوفوا فيهم 24 بسكوي داخل، يعني ملاح صباح يعني مع الحليب. وهذا لو بون دو ريدكسيون تاع 3 اورو كنت امبريميتو، كنقدروا نامبريميوه ثاني دو فوا في لو سيت تاع مافي اون كولور. كيما ذكرت في الفيديو السابقه قلت مافي اون كولور كداروا دي بون دو ريدكسيون كبار لانه سي انيفرسير تاعهم. Donc il faut profiter vraiment d'imprimer les bandes de réduction. Et là, comme vous le voyez, j'ai les biscottes de la marque. Les biscottes de la marque sont en promotion, mais sont dans le catalogue, mais sont en promotion en magasin. Quand ça m'a dit 4,08 €, j'ai une remise immédiate à 1,20 €. راح نوري لكم في التيكيت كاس كيما راكم تشوفوا، كان ثمن تاعهم 4.08 اورو. عندي اون ريميزي ميديا تاع 1.22 اورو. شريت معاهم ثاني هذوما سي دي سيجار او شوكولا. وعلاش شريت هذوما؟ لان في لو ريدكسيون تاع لو سيت تاع مافي اون كولور كان لازم نشرو 4 باكي،
4 paquets, soit sur les biscuits de la marque, ou là les autres biscuits Belveta, ou là Havoma. À la biha, kana, j'ai dit Hava, parce que nous sommes les produits. Donc, Havoma, 4 kamel, c'est un mouli, 4 euros ou 21. Bien sûr, qui est avec la remise immédiate. Ouahnaya, il y a un bon de réduction de 4 euros. كي نشرو 4 لي باكي، يعني هادو ما كامل لي باكي سقامو لي بأمورو 21، يعني 30 سنتيم للواحد، 30 سنتيم للواحد. راح ننتقلو لحاجة أخرى. هنا ثاني كاين لي شيبس، هادو ما كان الثمن تاعهم، الثمن تاعهم جوست لي تيكيت كاس، الثمن تاعهم هو 1,36 €. انا مديت لها بون ترودكسيون تاع 50 سنتيم، راح نوري لكم كي نوصل في الاخر لا فيديو. وهنا كدرت لو رامبورسمون تاع 50 سنتيم في فلاش برومو، وثاني درت 50 سنتيم في لابليكاسيون فيت اول. في الاخر هذا الشيبس تقالي باطل، وعندي فيه ربح تاع 20 سنتيم. بالنسبه للفلاش برومو راهم حطوا بزاف لي رومبورسمون جدد، و جينيرالمون كي يديروا لي كي يحطوا لي رومبورسمون يعني كنلقاو اوتوماتيكمون لي بون ريدكسيون. يعني اذا كنتو حابين تعرفوا شنو هما لي بون ريدكسيون اللي كاينين في لي ريون، ما عليكم غير تدخلوا الفلاش برومو راح تشوفوا كامل لي بون ريدكسيون اللي تقدروا تلقاوهم في لي ريون. هنا لا موتزاريلا في كثامن تاعها هي كانت 1,01 €. هنا ثاني انا مديت بون ريدكسيون تاع 30 سنتيم اللي لقيتو في لو ريون، وهنا كان درت لو رومبورسمون تاع 30 سنتيم في لابليكاسيون فيت اول، و 30 سنتيم في لابليكاسيون فلاش برومو. ثاني في الاخر يعني استقام لي غير 10 سنتيم من الموتزاريلا. دونك راني شرحت لكم كامل المشتريات اللي شريتهم من كارفور و اوشون هذا الويكاند. فهنا راح نوري لكم لي بون ريدكسيون اللي لقيتهم في لي ريون. دونك عندنا لو برومي بون، هذا 30 سنتيم على موتزاريلا، هذه عندي هنايا كيما راكم تشوفوا تاع 50 سنتيم على هاد لي شيبس. وثاني هاد لي شيبس يعني حاجه فيها المليحه، يعني موان 50% de matière grasse. يعني ما فيش بزاف الدهون. لقيت ثاني بون ريدكسيون تاع هذا، وثاني لقيت هذا بون ريدكسيون على كومبوت. وهنايا يعني الحاجه المليحه كنقدر نمد لي بون ريدكسيون على هاد لو برودوي، وثاني حطوا لو رومبورسمون تاعو في لابليكاسيون تاع شوبميوم في فلاش برومو، وثاني دبل ربي فيد اول. يعني اي تقريبا يعني لو كنشرو حيستقام لنا بريسك باطل. وهنا ثاني بالنسبه لي شيبس هذوما، حطوا لو رومبورسمون تاعهم في لابليكاسيون شوب ميوم، وحطوا لو رومبورسمون دولار بي في ثاني في فلاش برومو. الحاجه المليحه في هذا ثاني اكثر انه حطوا لو رومبورسمون تاع 50 سنتيم في فلاش كود، وفي فلاش كود وفيد اول، يعني 50 سنتيم فلاش كود، 50 سنتيم فيد اول، 50 سنتيم فلاش برومو، وثاني كاين شوب ميوم ومع لو بون ريدكسيون. يعني حيستقام لكم فرانشمون حيستقام لكم باطل. انا ما شريتوش لانه ما لقيتش هل لا كاليتي يعني في كارفور، ولكن ان شاء الله كي نعاود نروح كنشري هذوما هذوما. دونك فوالا بالنسبه لي بون ريدكسيون. دونك نعاود بوك بالنسبه للي ما عندهمش كامل هاد لي زابليكاسيون، لانه كاين بزاف جدد معنا وما همش فاهمين لو سيستيم. باذن الله حنخلي لكم كامل لي ليان اون بار دافو. لازم كتيليشارجيو لي زابليكاسيون، لازم كتمبريميو لي بون ريدكسيون، واذا راكم حابين تشرو باقل ثمن. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم كتنال اعجابكم، ان شاء الله يا ربي كنكون على الاقل استفدتوا من هذا الفيديو. نقول لكم تا
تهلاو في رواحتكم و à la prochaine vidéo مع une autre bon plan و une autre vidéo نتلاقاو في la prochaine fois. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.